بدأت موجات الهجرة والهروب من إيران مع استلام الخميني السلطة في شهر فبراير عام 1979 ميلادية، حيث بدأ منتسبي النظام السابق من شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية بالفرار من إيران، وذلك خوفا من محاكم الثورة والتي تعرف بداد كيه انقلاب والمحاكم الصورية وأحكام الإعدام العشوائية التي كان يصدرها الملا صادق خلخالي الذي عرف بوحشيته وإجرامه، وذلك بأوامر مباشرة من الخميني. فسجلت الذاكرة الإيرانية الموجة الأولى من الهجرة والنزوح من البلد. لم تمر ثلاثة أشهر على انتصار الثورة في إيران حتى انتهى ربيع الثورة، واستهدفت الثورة أبناءها وتوجهت أصابع الاتهام لمعظم الثوار الذين جاءوا بالملال إلى السلطة واتهموا بالإفساد في الأرض، وكانت هذه الظروف مقدمة لبدء الموجة الثانية من الهجرة. وبعد مجيء الرئيس حسن روحاني لم تتحقق الوعود التي وعد بها الناخب الإيراني، حيث تصاعدت موجات الهجرة وتزايد الإفراط باستخدام القوة وتضاعفت الإعدامات وأحكام السجن العشوائية وارتفعت نسبة البطالة وتسببت الأجواء الأمنية المخيفة والأزمات الاقتصادية المميتة التي تعصف بأبناء هذا البلد على مغادرة البلاد بحثاً عن حياة كريمة في بلاد المنفى. فهجرة العقول تخطت 180,000 إيراني سنوياً بحسب إحصائية لصندوق النقد الدولي، وتجاوز الشتات الإيراني حول العالم ما يقارب 5 ملايين مواطن، فيما تخطت طلبات اللجوء السياسي 10,000، كما هاجر رجال الأعمال والمقربين من الشاه خوفاً من بطش حكومة النظام. الأقليات العرقية هاجروا بسبب الاضطهاد والتمييز الممارس ضدهم. الأكاديميون تراجع عددهم من 16,000 إلى 9,000 في الثلاث سنوات الأخيرة إثر تسلط النظام على التعليم. كما هرب عدد كبير من فئة الشباب، وذلك خوفاً من التجنيد الإجباري إبان الحرب العراقية الإيرانية. ويعزو مراقبون أسباب هجرة الإيرانيين إلى استبداد الملال وانفرادهم بالسلطة في الداخل وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وصرف مئات المليارات من عائدات النفط للمشروع النووي وعلى المغامرات التوسعية. وكان حال المواطن الإيراني في الخارج يحكي متى العودة إلى الوطن؟